وهنا نظرا الناس للظروف بتسأل يا الاجتماعية. معالي الوزير، يعني حضرتك أدرى بطبيعة البيوت المصرية، في ناس عايزة تسافر، في ناس عايزة تخطط لحياتها، الناس مش عارفة يا ترى العام الدراسي اللي جاي ده إمتى، وكمان يعني طبعا أنا عارف إن ده شق يخص التعليم، لكن الناس تسأل برضو على عايزة أحوش مصروفات المدرسة، مصروفات الجامعة في بعض الجامعات الخاصة، يعني محتاجين بس نعرف يعني ناويين نبتدي من إمتى؟ نبتدي ايه؟ انت ما العام شفتش الدراسي النهارده القادم. المنظومه دي كلها برضه فيها اعضاء هيئه تدريس وعاملين مثلا ورؤساء جامعات، ودول برضه نفسهم ان هم يستريحوا وياخدوا اجازه. ما تنساش ان لا، علينا احنا كلنا، موافقين يا فندم، بنقر مبدا الاجازه، احنا بس عايزين نعرف العوده بقى تقريبا هتبقى امتى عشان لا نستعمل لا حسابها. يعني احنا الطبيعي القانون بتاعنا بيقول بدايه العام الدراسي دايما في الاسبوع الثالث من شهر سبتمبر. اللي انا شايفه ده مستحيل ان هو يحصل، طبعا مع في ضوء ان طبعا احنا الامتحانات بتتاجل، وهيحصل نوع من انواع التطويل فيما يخص الدراسات الامتحانات النتائج، ونقدر ان احنا يعني ناخد راحتنا في هذا الموضوع عشان ما نبقاش مستعجلين ونمد الوقت علشان يبقى مفيش تزاحم اثناء نزول الولاد من الامتحانات. فاحنا بس لازم ننسق مع التربيه والتعليم، لكن انا في تصوري ان شاء الله ان العام الدراسي مش هيبقى قبل بدايه اكتوبر اللي جاي، يعني هيبقى يعني في سبتمبر. ده المنطق بيقول كده انه الاجازه مستمره حتى 1/10، بعد 1/10 نبتدي مفيش نفكر بقى. كلام، مفيش كلام، يعني هي ده في ايدينا ان احنا نعمله. ما عندناش اي حاجه تخلينا يعني نكربس الامور طالما عندنا يعني ضاغط في هذا المجال. طبعا الحاجه الثانيه اللي خدنا فيها قرار النهارده هي الشهاده الانجليزيه، الشهاده الانجليزيه دي لا تقل اهميه عن عن الدبلوم الامريكي. الشهاده الامريكيه، وايضا كان ليهم طلب احنا قدرنا ان احنا نحققه لهم، وده ببساطه شديده جدا ان الاولاد دول عندهم او ليفل وعندهم الاي ليفل، وكان برضو عندهم الامتحانات بتاعتهم من المدرسه وبتعتمد من الهيئات العالميه زي بيرسون وزي اوكسفورد وزي كامبريدج. فطبعا هم النتائج بتاعتهم هتبقى معتمده من معهد مجلس بريطانيا ومجلس الثقافه البريطاني ومن الهيئه الامتحانات الدوليه اللي انا قلت لهم كامبريدج وبيرسون واوكسفورد. لكن هم كان لهم طلب الحقيقه مهم جدا، في بعض الولاد ما قدروش يعملوا كده وبرضه محتاجين ان هم يخشوا امتحان في اكتوبر ونوفمبر الجاي، اكتوبر نوفمبر الجاي من اخر السنه خلي بالك. فاحنا وعدناهم ان احنا هننتظر عظيم نفسهم برضه بعد اكتوبر ونوفمبر اللي جاي. مش بس كده، كان مجلس اعلى الجامعات واخد قرار ان الشهاده بتنتهي بعد 3 سنين، يعني اللي امتحن في 2018 يروح عليه لو دخل في 2021 لان النتيجه بتاعتهم هتطلع في يناير. خدنا قرار النهارده استثنائي ايضا ان احنا قلنا ان احنا هنمد الاعتماد الامتحانات بتاعتهم لمده 4 سنين لهذا العام عشان يبقى اللي امتحن في 18 برضه يقدر ان هو يستفاد. ده كلام هايل. يعني الحقيقه الاجتماع النهارده كان في غايه الاهميه. ده حقيقي. طيب سياده الوزير، انا شخصيا وناس كثيره اللي بتسمعني نجهل في بعض في علم الاحصاء، ويمكن شفنا لسيادتك برزنتيشن قدام سياده الرئيس يتحدث عن رقم 40,000، فانت عارف يعني الغير متخصصين خدوا رقم 40,000 ده وقفوا عنده وقالوا ان الدوله قالت هنوصل ل 40,000 وبعدين هننزل في المنحنى لحد ما نوصل لصفر، فده الرقم يعني اصبح مطبوعا في ذهن الكثيرين، فلما ارتفعنا لا يعني انا عايز اقول لك ان ده خطا طبعا، وان انا سمعت برضه قبل كده من عندكم في البرنامج. الحقيقه لازم الناس تقرا شويه ولازم الناس ترجع لا انا مش عارف اسمع حضرتك معلش تاني. بقول لازم الناس تقرا شويه اللي هم يعني اللي بيقدر ان هو لا ايه الأحيان. الخطا اللي حضرتك سمعته عندنا في البرنامج عشان بس اصححه. لا انا فهمت ان في حد علق عندكم في حاجه زي كده، لكن انا مش فاكر مين يعني. لكن الحقيقه العمليه ببساطه شديده جدا، علوم البيانات بتعتمد احصائيا على التحليل الداتا من الهايند كاست او من الماضي والحاضر والفوركاست عشان تقدر تبني عليها فوركاست. يعني احنا عندنا حاجه اسمها الناو كاست والهايند كاست عشان تقدر تبني عليها الفوركاست. بمعنى اصح ان لما نعمل محاضره يوم 21 مايو بنقدر ان احنا نعمل اسسمنت بناء على الحالات اللي كانت موجوده في الاسبوعين اللي قبل 21 مايو، وبناء عليها تقدر تتوقع المنحنى بتاعك لمده اسبوعين لقدام. لكن هل معنى كده ان الاعداد دي ما بتتغيرش مع الوقت؟ ما كانش حد غير، كانت الدنيا كلها طبعا قدرت في اي حته في العالم تتوقع نهايه الوباء ده امتى وموجه الانحسار ده امتى. لكن الناس اللي احنا يمكن ما قدرناش نفهمه او ما وصلش للناس ان الامور في الداتا ساينسز هي امور متغيره دايناميك. يعني احنا مثلا توقعنا في المحاضره اللي كانت بعديها بحوالي 10 ايام ان احنا نوصل ل 60,000 يوم جون 24 اللي هو بكره او ان شاء الله، وتوقعنا ومتوقعين نوصل ل 70,000 في جون 30،
وقبل كده توقعنا 40,000 في جون 12 وتوقعنا 50,000 في جون 17 شهر 6 17. فاذا كل ما بيقدر انك انت تمشي في البيانات ويبقى عندنا ارقام مسجله لمده اسبوعين فاتوا بنقدر نبني عليها مستقبل او بروجكشن، يعني مستقبل في حدود الاسبوعين برضو. فاللي متصور ان احنا بنتكلم على احنا لما كنا ساعتها بنعمل قياس للمنحنى بتاعنا وبنشوفه اذا كان المنحنى اللوجستي او المنحنى الاوسي، يعني الاكسبوننشال موديل او اللوجستيك موديل، كنا بنشوف الارقام اللي كانت موجوده في اخر اسبوعين وبنشوف الريت البرودكشن بتاعها. طب هل في اي تحليل لل 15 يوم الجايين او توقع في الارقام؟ احنا بنجهز دلوقتي للتحليل، لان احنا شايفين دلوقتي مع ان المنحنى يبان عند الناس كتير ان هو موجود في الاكسبوننشال بارت بتاع المنحنى اللوجستي، لكن احنا معنيين جدا بحاجه اسمها النسبه المئويه لتغيير النمو او البرسنتج اوف جروس. برسنتج اوف جروس يعني بمعنى بسيط جدا، احنا في 25 مارس كان العدد عندنا 456 حاله. وكنا زدنا قبليها بيوم عشان نوصل ل 456 زدنا 54 حاله. في هذا اليوم نسبه النمو المئوي كانت 13%. 6 ابريل كنا ست وزير. عايز استاذنك لانه يعني غير المتخصصين امثالي يصعب عليهم هذا الحوار العلمي قوي، فخلينا بس نبسط الموضوع. هدي لك ببساطه، يعني حضرتك لما تبقى امبارح 400 وبكره بقيت 460، تمام، ده يبان لك ان ده رقم عادي. ممكن يكون الزياده اليوميه او زياده النمو اليومي ده احنا كنا 400 بين 460 ده، لكن احنا النهارده واصلين ل 1500 مثلا و30 او 1580. فساعات الارقام الكبيره اللي احنا بنشوفها النهارده بتؤدي الى نسبه نمو اقل من الارقام لما كانت 400 وصلت 460. يعني من 400 460 نسبه الزياده كانت 13.4%، لكن النهارده نسبه الزياده 3%. يبقى اذا انا اللي يهمني في العدد اليومي مش ضخامة الرقم على قد نسبة التغيير اليومي في العدد. اظن كده واضحة، يعني أقلق كده بدأت توضح، وبالتالي حضرتك حتى وإن ارتفعت الأرقام عندي 3000 كده أقلق، يبقى كده نسبة النمو اليومي أو البرسنتج أوف جروس زيادة. وبالتالي احنا لما بنيجي نتابع بقى ترند أو نتابع نمط ماشي في آخر أسبوعين، نقول احنا ماشيين في آخر أسبوعين في الاعداد الناس يمكن تقلق منها 1700 ثم 1600 ثم 1500، لكن احنا بالنسبه لنا تحليل الارقام دي بناء على نسبه النمو، لا نسبه النمو عندنا 3% واحنا شفنا قبل كده 13% و12%. اذا نسبه النمو مع ان الاعداد زياده لكن نسبه النمو ما هياش كثيره، وده بيقدر المنحنى يرسم لك في وقت معين امتى تصل الى مرحله الانعطاف وامتى تصل الى مرحله النهايه. لكن الكلام ده كله عشان يحصل لازم نتابع الارقام لمده اسبوعين ثلاثه علشان نتابعها ونشوف هي بيحصل ايه فيها في خلال هذه الفتره. هو ده علوم البيانات المتغيره الديناميكيه التي لا تقف عند تحليل في يوم معين، ولكن انت بتحلل يوم علشان يدي لك توقع للاسبوعين قدام، وتبتدي تتغير في دوك انت بتحط توقع اللي هو على طيب الكورنتا. يعني خلينا ناخد يعني من حضرتك تعليق على او اجابه على سؤال بيشغل بال المواطن البسيط، متى ستبدا او من المتوقع متى ستبدا الكيرف في النزول؟ يعني امتى هنبدا نقول والله احنا في طريقنا الى الحاله صفر؟ بص ما يعني ما نقدرش زي تاني، احنا بنشتغل على مع انا هنا ومع الدكتور هشام العسكري في كاليفورنيا، اللي احنا بنحلل الارقام ديت يوم بيوم، لان احنا عندنا كذا نموذج في التحليل. ما نقدرش النهارده نصل الى الكونكلوجن الخاص بنقطه الانعطاف. نقطه الانعطاف هي النقطه التي يمكن بعديها انك انت تشهد او تلاحظ انحصار في الاعداد ونقصان في الاعداد. وعلى فكره ممكن تصل الى النقطه دي بعد ما تكون عديتها، يعني معنى صح ممكن جدا قدام شويه نقول ده احنا عدينا مثلا يوم 29/6 كانت هي دي النقطه اللي بعديها الارقام ابتدت تتنازل تحديدا. لكن خلينا نقول حاجه انت قلتها مهمه جدا، هو احنا ليه نتوقع ان الارقام هي اللي بتشتغل لوحديها؟ طب احنا فين في الموضوع ده؟ فين المواطن؟ صحيح. وفين الاجراءات الاحترازيه؟ صحيح. وفين طبعا الاهتمام وفين التباعد طبعاً الاجتماعي وفين النظافه الشخصيه وفين الاجراءات اللي على كل انسان انه يعملها حتى يصل الى ده هو العنصر الفاعل الوحيد في هذه المعادله هو سلوك المواطن. لكن هي مش قرار مزاري ولا هو قرار من دولة رئيس الوزراء ولا هو قرار دولة، ولكن هي قرار مواطن في النهاية والتزام مواطن اللي ممكن يوصلنا للي حضرتك بتقول عليه ده، ان احنا نرى ان الارقام بدأت في الانحسار وبدأت في التنازل اليومي. صحيح. انا بشكرك دكتور خالد، شكرا جزيلا دائما على تلبية الدعوة، وبحييك كمان على
مستشفى عين شمس حاجة تفرح يعني. الحقيقة كان أمر كلنا يعني سعدنا بيه، وبشكرك على كل المجهود اللي بتقوموا بيه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. شكرا جزيلا. أشكرك.